خلي هذا لمين وهذا لمين وهذا لمين. تعال صور هذا. هنا انت عارف زي الصحراء، لا فيها ميه مالحه ولا ميه حلوه، وبنعاني بشكل كبير جدا جدا. يعني لا في بدائل الا نشتري، والميه المعدنيه غاليه جدا، والفلوس الحمد لله مش متوفره، فيش وسيله دخل. احنا المي بنعبيها بمصاري، كل يوم بنعاني من مشكله المي، للجلي للغسيل بنروح على البحر مسافه، بنعبي مي بنعاود نرجع، يعني بتكفيناش يعني باليوم الجلن، بنعبي جلنين ثلاثه، لما يكفي كل جلن ثلاثه شاكل بعبوا لنا اياه. في البداية أول ما جينا على المواسي كانت المياه دايما يعني باستمرار الحمد لله، أصحاب الخير يجوا يعبوا لنا، بس هلقيتها صاروا ما يجوش ويطولوا علينا، صارت عندنا أزمة. ولما نشتري المي قالنا المي ثلاثة شكل بيبيعونا إياه، وإحنا الدنيا صيف زي ما أنت عارف، وإحنا محتاجين مية وعندنا أطفال، والأطفال محتاجين مية وحليب وهيك، فالمية شيء أساسي في حياتنا مش قادرين نستغني عنه. وللأسف حتى المية بتجينا ملوثة مش نظيفة. العافية بارك يا عبد الله يديمك، الله يطعمهم ويسقيهم يا رب، وخليلهم اولادهم.